يعني احنا السريان ما عندنا الا ورقه وقلم، واحنا اللي ثقفنا كل العالم وعلمنا كثير من خلال لغتنا ومن خلال حياتنا الثقافيه وحضارتنا. فاكيد انه المسيحي دائما متعلق بالقراءه والكتابه ومتعلق بالقلم ومتعلق بالشعر ومتعلق بكل ما يخص الثقافه. اهم شيء بالمنطقه اذا ما نريد ناثر على المسيحي ونريد انه المسيحي يثبت هنا، منطينه حقوق مالته، يعيش بكرامه، يكون موظف بالدوله، مو انه تشتغل المحسوبيه والمنسوبيه من هون وهناك واكو ناس تعين هذا تعينه وهذا ما تعينه. هاي مشكله كبيره. واذا عنده حقوق في هذا البلد هو مستحق الوظيفه، مستحق ان يشتغل، مستحق ان يتعين، مستحق كل شيء، مستحق ان يكون في مفاصل الدوله، مستحق ان يكون بالمدرسه، مستحق ان يكون بالصحه، مستحق ان يكون في كل مكان. المسيحي من ما يشعر انه هو ما عنده مكان وهذا المكان ما بينه قانون، المسيحي ما يقدر ان يعيش في هذا في هالمناطق او في هذا البلد. المسيحي متعلم على القانون، متعلم على النظام، من يشوف اكو نظام، من يشوف اكو قانون، من يشوف اكو حقوق، المسيحي راح يثبت.